احنا النهارده بنكمل حملتنا ايضا دعم مرضى السمنه، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان مصر تكون خاليه من السمنه. وزي ما قلنا كتير قوي ان مرض السمنه هي يعني، او اذا كنا بنتكلم عن السمنه بقاش رفاهيه ان حد مثلا وزنه اوفر ويت، يعني وزنه زايد قوي، فده ان هو عايز يخس يعمل رجيم، دي حاجة من نوع من الرفاهية. ده مجرد ما عندوش حاجة، ده مريض، مش مريض أصلا، ده عنده شوية وزن زايد. لا، المسألة إن الوزن الزايد ثبت علميا في كل التخصصات، يعني كل تروح لأي طبيب في أي تخصص تلاقي السبب المرض اللي بيجي بعد كده لأي حاجة، إذا كان سكر، ضغط، قلب، أمراض خبيثة والعياذ بالله، ربنا يعافي الجميع يا رب من أي مرض، بيكون سببه زيادة الوزن. زيادة الوزن اللي هي أيضا بيكون من أهم مسبباتها، من أهم، مش كلها، من أهم مسبباتها إيه؟ الإفراط في التناول الأكل، الأطعمة المختلفة، العادات الغذائية الخاطئة، الإفراط في تناول الأغذية الجاهزة، مشروبات، كل الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها سكريات عالية، وفيها الحلويات اللي الناس بتشتريها بشكل كبير، والحاجات اللي هي المحفوظات اللي هي الاكياس معينة بأي أي من كانت مسمياتها. فكل ده تم اكتشافه ويعني أصدروا بيانات علمية من المنظمات الصحة العالمية إن كل دي مسببة للسمنة. وده بيرتبط بحملتنا، إزاي يكون غذائنا صحي، إزاي البني آدم أو أي إنسان يأكل أكل صحي، واللي إحنا بادئين فيها ومكملينها، فالحمد لله كلهم يعني مكملين في بعض، كلهم دايرة واحدة. في الآخر عايزين إنسان أو مواطن تكون يعني صحته ونفسيته وعقيدته وثقافته وأيديولوجيته كلها تكون صحية وكاملة بأمر الله تعالى طبعا يعني، ولكن أكيد أنت لما تسعى لده ربنا هيرزقك إياه. فاكرين امبارح كنا بنتكلم مع الدكتور سالم عبد الجليل، كنا بنتكلم على حسن الظن بالله، وبصراحة يعني كنت بفكر في ده قوي امبارح بعد الحلقة، ان ده مرتبط. احنا كنا بنتكلم قبل كده وجبنا دكاترة التنمية البشرية، وكنا بنتكلم ازاي انت لما تفكر تقول ان شاء الله مثلا انا هعمل ده وهيكون فيه خير، او ان انت حاطط في دماغك ان انت هتعمل حاجة دي وبتعملها، او ان انت بتقول ان شاء الله بكرة هيكون فيه خير، او ان شاء الله انا هنجح، انا بشتغل عشان انجح، هو ده الظن بالله اللي هما رابطينه بالتنمية البشرية والعوامل النفسية. فهي كلها دايرة واحدة، كلها إذا كان في ثقتك ويقينك في الله إن أنت تسعى لحاجة، هي يعني أي إنسان سواء كان مريض، سواء كان عنده إعاقة، سواء كان عنده، كل الناس اللي بتنجح كان عندهم يقين وحسن ظن بالله. فأي مريض إن كان يعني السمنة دي واصلة بيه لحد فين، أو إن هو شايف إن صعب جدا وزنه بقى زايد زيادة عن اللزوم، ممكن جدا إن هو ما يقدرش يعني إزاي يفقد جزء كبير من وزنه ويعود لصحته وعمله، زي ما قلنا قبل كده إن ممكن دي بتعوقه عن حياته كلها، لا يقدر يتجوز ولا يقدر يكون عنده أولاد يقدر ينجب، يكونها بتعوق طبعا عملية الإنجاب. كتير من الناس أصلا سبب عدم الإنجاب هو الإفراط والوزن الزائد، وأيضا أمراض تانية كتيرة. فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن احنا يكون عندنا يقين في الله وحسن ظن بالله، وده اللي كنا نتكلم فيه امبارح قد إيه لما أنت تحط يقينك وتقول إن شاء الله، حتى لو حد مريض يقول إن شاء الله أنا بإذن الله هخف. وأنا على فكرة من ضمن الناس اللي بعمل كده، يعني انا كل ما كنت تعبانه اقول يا حد يسالني عامله ايه، وطبعا كل اصحابي وكل الناس اللي حواليا عارفين ان انا دايما بقول الجمله دي، انا ان شاء الله هكون بخير، انا ان شاء الله هكون كويسه، ان شاء الله ربنا يشفيني. يعني ما بقولش، يعني دايما بحط اليقين في ده والمشيئه ان ربنا هيشفيني، وفعلا بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عني ويعافيني. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا دكتور رامي حلمي استشاري المناظير وجراحة السمنة، وعندنا أسئلة مهمة جدا، إيه الجديد في جراحة السمنة، وإيه اللي ممكن تكون يعني لو حد سأل عن المضاعفات، إيه أكتر مضاعفات لأي عملية، وإزاي ممكن يتم تلاشيها، يعني إزاي تكون ما يكونش في أي مضاعفات لأي عملية ما، وإزاي ممكن لو في حد حصل له مضاعفات يتعامل معاها. تعالوا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا، ونستقبل أيضا مداخلات حضراتكم.